اهلا بكم مشاهدينا، اول فقراتنا النهارده في نهارك سعيد صحافه 2 يناير 2014. يا رب تبقى سنه سعيده عليكم وعلينا وعلى كل الناس في كل حته في الدنيا، واللي يكرهنا لا. خلونا نتكلم النهارده في صحافتنا مع الكاتب الصحفي وليد الشرقاوي. صباح الفل. ازيك كده؟ الحمد لله، ويا رب تبقى سنه سعيده علينا كلنا. والحمد لله يعني راس السنه عدت على خير، مع انه كان في تعزيرات كتير وانه هيحصل حاجات، بس عمالين بنسمع اخبار بقى وانه اتمسك ناس ويتقال دول تبع مش عارف مين، يتقال تبع حزمون، ويتقال تبع مش عارف. يعني بنسمع كلام كتير وابتدى يبقى فيه فضايح كتير، وده تحديدا انا بتكلم على اللي بيقدمه والحاجات المفاجآت الفظيعه اللي بيقدمها الاستاذ عبد الرحيم علي. واعتقد ان كل الناس عماله بتتفرج على السجال، وهو واثق من معلوماته وبيناقش بمنتهى القوه. هو في ايه؟ هو الموضوع ببساطه انه في معلومات عن اشخاص بعينهم كانوا موجودين على الساحه السياسيه في الفتره اللي فاتت، والشخصيات دي يعني كانت مبتذلة واستغلت الثورة، استغلت الظروف وفرضت أفكار وحاولت تسوق أفكار وحاولت تخدع المجتمع، وكان لازم إن هم يتفضحوا في يوم من الأيام. وده الدور اللي بيقوم بيه عبد الرحيم علي. يعني الراجل بيعري ناس إحنا في يوم من الايام وثقنا فيهم، تعاطفنا معاهم، بدانا نسمعهم، ركزنا في اللي بيقولوه. بس في جدل حوالين قانونيه ده. اي نعم ما حدش كان بيتكلم، وده عشان نبقى واضحين، ما حدش قبل كده حرقته الامانه قوي كده لما طلعت تسريبات لناس كتير وحاجات اتنشرت على الفيسبوك، واخرها التسريبات اللي نزلتها رصد للفريق السيسي. ما شفتش حد اتحرق قوي كده. اشمعنى في دي؟ بص، الصحفي لا يفصح عن مصدر معلوماته الا امام القضاء. تمام. هو بيقول بيؤكد ان هي سجلت بامر قضائي كمان، وده الغريب في الكلام. طب مين الجهه اللي سجلتها؟ مش من حق، مش وهو من بيقول انها مش الامن الوطني. مش من حق حد يسال اي صحفي انت جبت المعلومات دي منين الا القاضي. ما دون القاضي مش من حقك تسالني انا جبت الحاجات دي منين. القاضي فقط هو اللي من حقه يقول لي انت جبت المعلومات دي منين او جبت الماده دي منين، فقط لا غير. وده يبقى في جلسه سريه، وربما وفي بعض الزملاء ما بيفصحوش حتى امام القضاء، وهو بيتحملوا عبء، ده عبء شديد جدا. لكن يعني المصدر ده هو اهم حاجه في حياه الصحفي، وهو ده يعني هو ده صلب عمود الفقري لعمله، فهو يجب ان يدافع عنه لغايه اخر لحظه. طيب انا كنت هسالك على الاعلام بتاع شركه الاتصالات وحكايه المرحوم، بس انت لسه ما شفتوش، بس انا بنصحك يعني بكل اشوفه دلوقتي. يعني انصحكم كلكم تشوفوه. احنا انا خدت الموضوع الاول بهزار زي كل الناس، لكن لا، الموضوع فيه حاجه غلط، كلكم هتشوفوها لما تركزوا في هذا الاعلان الغريب اللي مش مفهوم له معنى. خلونا ناخد عناويننا النهارده. الاهرام الصفحه الاولى، الداخليه تحبط محاولات افساد احتفالات راس السنه. طبعا يعني انا بشكر وزير الداخليه وبشكر كل الناس اللي تعبوا ليله راس السنه. بصراحه يعني كان في مجهود كبير جدا، كان في تشديد رائع جدا، ما شفناش اي خلل حصل امني خلال الاحتفالات. طول الليل الناس احتفلت بشكل جيد، الكنائس كانت مؤمنة تماما، ما حصلش اي حاجة، وده نتيجة مجهود ونتيجة اصرار على ان اليوم ده يعدي. ودي كانت رسالة بيوجهها الامن في مصر لكل الموجودين. بصراحة مجهود رائع من اسكندرية لأسوان، في كل مصر، في شرم الشيخ، في الغردقة، الناس اللي كانت مسافرة، الناس اللي كانت بتحتفل في خارج القاهرة. ما سمعناش ان في اي حاجة حصلت خلال هذا اليوم الا حاجات بسيطة جدا. فعلا تحية للشرطة والجيش، يعني رغم ان الاستنفار الامني في الشوارع كان واضح، وفي دايما مساحات بعيدة عن المباني الاستراتيجية علشان ما نديش بقى فرصة لحاجات من دي تحصل. وده بيأكد ان احنا ان شاء الله الاستفتاء على الدستور هيتم تأمينه بشكل جيد. دي كانت بروفة جيدة. ان شاء الله مصر تبقى في امام باستمرار ان شاء الله. طيب نيجي بقى لتاني خبر، وهو من اهم الاخبار، وانفراد وكتبه رئيس التحرير بايده، ويعني كلام مهم جدا لازم كلنا نركز فيه. الوطن الصفحه الاولى، تفاصيل اخطر اجتماع للمجلس العسكري لمناقشه ترشح السيسي للرئاسه. واتقال في الخبر انه اجتماع خد ست
اتساعات وانه المرشح الاول لتولي وزاره الدفاع هو الفريق صدقي صبحي. طبعا ده مش جديد، اي حد متابع الامور يقدر يعرف تماما ان الفريق صدقي صبحي يخلف الفريق السيسي في حال ترشحه للرئاسه. المجلس العسكري يجب ان هو يناقش المساله دي، وده مش اجتماع الوحيد لمناقشه الموضوع ده، في اجتماعات كتير مساله بتدرس بشكل جيد وبعنايه شديده جدا، لانه انك تعمل يعني تغيير في تكوين المؤسسه العسكريه في القيادات ده شيء مش سهل. المساله لازم يتعرف مين هيبقى وزير الدفاع، طب وزير رئيس الاركان هو هيبقى وزير الدفاع، مين اللي هيجي رئيس الاركان، طب مين هيجوا قاده الجيوش. المساله الحركه دي محتاجه تدرس وتدرس جيدا ومن كل النواحي، وتأثيرها إيه على المؤسسة العسكرية وتأثيرها إيه على الدولة وعلى الوطن. بس أهم ما في الخبر إنه في شبه توافق عام على على مساندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لترشح الفريق السيسي. أعتقد إنه ده أهم ما في الموضوع، وإنه قيل كمان وأعتقد إنه على لسان الفريق السيسي إنه سيحتكم لو في ضغط شعبي، يعني سيحتكم للشعب لو في ضغط شعبي هيترشح. انا اعتقد انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه استمع الى صوت الشعب ولمس بشكل جيد رغبه عند عدد كبير من الناس في ترشح الرئيس السيسي، والمسائل دي طبعا بتبقى موجوده في تقارير المتابعه اللي بتصل عن طريق الاجهزه المعنيه، بانه الشارع بيتكلم عن ايه، الشارع عايز ايه، بيتكلم عن طبعا الشارع كله دلوقتي. ولو انت بتسافر خارج القاهره، لو انت بتروح الريف او بتروح الصعيد وكده، هتلاقي الناس الموضوع عندهم محسوم جدا، وهم عاوزين الفريق السيسي ترشح للرئاسه ومدركين ده ومصرين على تنفيذه يعني. واعتقد الكلام ده بيوصل في تقارير ويجب ان يدرس في مثل هذه الاجتماعات يعني. يعني حضرتك تعتقد ان هو ده درس ودرس الوضع كمان طبعًا على الارض؟ طبعا طبعا. يعني لا هل تعتقد ان 25 يناير اللي جاي هيبقى مؤثر ولا مش هيبقى مؤثر، خصوصا انه تمرد هي اللي داعيه ومصر بلدنا اعتقد هم داعيين معاهم، فحضرتك شايف ده ازاي؟ يعني 25 يناير هل هو مؤثر ولا لا مؤثر؟ لا غير خصوصا مؤثر. احنا معانا الخبر الرابع، معلش محمد طارق متعبه معايا المخرج، الخبر الرابع المصري اليوم الصفحه الاولى، حاله تاهب امني حتى 25 يناير. احنا بنتكلم على الدستور وده نقدر نفهمه، لكن احنا بنتكلم على 25 يناير وانه في دعوات بقى يعني من الناحيه المقابله من الارهابيه ومن اطراف يعني عليها علامات استفهام طول الوقت بقى لها كتير، انه لا احنا عايزين ننزل نسخه هذا النظام. واعتقد منهم ناس من ثوار 25 يناير المفترض ان هم يعني المرموقين، وسمعنا لهم كلام، لكن في المقابل ابتدينا نسمع فضايح ومكالمات اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الاول. فانا بقى عايزين يعني فسر لي بقى الرابطه ما بين النقط العجيبه بص دي. حاله التاهب الامني دي مستمره مستمره الى ما شاء الله. يعني عنوان المصري اليوم حاله تاهب امني حتى 25 يناير. طب وبعد 25 يناير يعني التاهب الامني ده هينتهي؟ لا طبعا، احنا في حاله تاهب امني وفي حاله استعداد امني لفتره طويله جدا جدا. منظومه الامن كلها بتتغير وفلسفه الامن كلها بتتغير، واحنا في امس الحاجه للامن، لان احنا عندنا ازمه كبيره في الملف ده، ازمه كبيره جدا جدا، بنعيد بناء القوات، بنعيد بناء الحاله النفسيه للافراد وللضباط، عندنا شهداء، عندنا جراح كتيرة، عندنا أزمة في تمويل هذا الجهاز، لأن هذا الجهاز لا يمول بشكل جيد، وده سبب رئيسي من أسباب قصور في الأداء الأمني، إن أنت ما بتصرفش على الأمن كويس زي ما الدول التانية بتصرف عليه. عايز أقول لك إن في دول زي بريطانيا المواطن بيدفع حاجة اسمها ضريبة أمن، بيدفع فلوس عشان الأمن، ضريبة أمن بتاخدها الدولة تشتري بيها عتاد للأمن وبتشتري بيها إمكانيات للراجل. طيب وكده 25 يناير بقى، هل ده يفسر بقى الفضايح اللي ابتدينا نسمعها عن بعض المفترض من الداعين بجانب الاخوان الارهابيه؟ يعني في الاخوان الارهابيه دي خلاص احنا عارفين ان هم داعين، لكن في بعض الرموز اللي هي كان مفترض ان هي من رموز الثوره ابتدت تظهر لها الفضايح اللي كنا بنتكلم عليها. هل ده مرتبط بده؟ بص، مصر تسير في اتجاه واحد دلوقتي واضح للمصريين وواضح للعالم. اي حد بيسير في عكس هذا الاتجاه هو متواطئ وبيتامر على مصر. يعني الموضوع واضح جدا، مصر ماشيه في اتجاه واحد دلوقتي وكل الناس ماشيه فيه ومتوافقه عليه. اي حد بيقف في
ضد هذا التيار او في ضد هذا الاتجاه هو بيتآمر على مصر وعلى مستقبلها وسينهزم وينسحب. يعني انت مش شايف ان الحملات اللي بتتعمل ولا ليها اي قيمه على الناس؟ ولا ليها اي قيمه، ولا ليها اي قيمه. المواطن المصري في قراره نفسه ثابت وخلاص، شاف ابصر يعني وشاف النور كويس وعارف هو رايح فين. تمام، ضيع 3 سنين من عمره وراء اشخاص ودعوات وحاجات استهلكت 3 سنين مهمين جدا في حياته. تمام، والتجربه مش هتتكرر لانه هو خلاص المواطن ده مش قادر يستحمل اي حد يراهن عليه كمان في المستقبل. فخلاص هو شاف طريقه وماشي فيه ومش هيحيد عنه بشكل او اخر. يجي بقى دعوات، ناس قاعده فاضيه، ناس ممولين من الخارج، ناس بتدعمهم جماعات، ناس بيجي لهم فلوس من دول معينه عايزين يحركوا، يتحركوا بشكل او اخر في الاعلام، مدفوع غير مدفوع، القصص دي كلها مش هتاثر على الاطلاق، لا امنيا ولا سياسيا ولا على الارض. طيب خلينا نروح للإخوان والمصري اليوم. الصفحة الأولى: طلاب الإخوان يقتحمون المجلس الأعلى للجامعات، وده طبعا بعد ما تمت السيطرة على جامعة الأزهر في الكام يوم اللي فاتوا، ومسلسل استخدام الطلاب والسيدات الفتيات. طبعا شيء قذر جدا ان الجماعة تستخدم طلاب في يعني في زهرة العمر. الطالب اللي هو المفروض قاعد دلوقتي في المدرج بيدرس وبيتعلم عشان ينفع نفسه وينفع بلده، انه الدوله بتصرف عليه من فلوس كل الشعب بالظبط، يسيب ده كله ويروح يدمر ويكسر في منشآت التعليميه ويعرض مستقبله للخطر ويقبض عليه ويحبس ويضيع مستقبله ويتعرض بقى لاهانات ويكسر من الداخل. يعني انت طبعا اي طالب من دول لاول مره بيدخل مكان امني بيتعرض لاي اجراءات امنيه، ده من جوه بيحصل له شرخ، بيتشرخ بيتكسر وبيطلع بقى مجنون يعني، او بيطلع مش طبيعي، بيطلع شخص مش طبيعي، بيطلع بقى يزيد في هذا ويتحول بقى من بني ادم صالح الى بني ادم غير صالح ولن يستفيد شيء. يعني هو لما يكسر المجلس الاعلى للجامعات هيستفيد حاجه؟ طيب هيتبني تاني المجلس الاعلى للجامعات. خلينا نسأل سؤال بشكل اكبر. طيب الاخوان ناويين على ايه؟ والخطط اللي احنا عاملين بنسمعها وبتسرب الى الاعلام وان هم في اتجاههم للتصعيد ومحاوله عمل اي شيء، ده بنسمعه طول الوقت، مدى نجاح العمليات الامنيه في المقابل. الاخوان كاذبون، اي حاجه بيقولوها تاكد انها مش مظبوطه، تاكد ان هو بيقول كلام مش مظبوط. الاخوان انتهوا تماما، كل اللي بيعملوه ده ملوش منه طاقه، هم اللي بيدفعوا ثمنه، البلد ما بتدفعش ثمن، خلاص احنا تعودنا ما عندناش مشاكل. الطلبه كل يوم بيروحوا الجامعه دلوقتي وعارفين ان هم هيحصل تكسير وضرب، وعارفين لما بيحصل تكسير وضرب بيروحوا فين وبيحصل ايه، والامتحانات شغاله والبلد هتعدي والعام الدراسي هينتهي والنتائج هتطلع، هم الخسرانين، هم اللي بيفصلوا، هم اللي بيطردوا، هم اللي بيتعاقبوا. يعني هيعملوا ايه؟ امبارح قتيلين في اسكندريه من اشتباكات واضطرابات، هم فاكرين ده هيوقع البلد؟ ولا هيوقع البلد ولا حاجه بالظبط، هيزيد عدد الموجودين منهم في السجون والاحكام بس هتزيد، هم يدفعوا ثمن غالي. يعني اللي بيغسلوا عقول الشباب والناس وينزلوهم يواجهوا الامن ويواجهوا الناس في الشارع دفعوا بيخاطروا بحياتهم وما بيستفيدوش اي حاجه، ودي مش لها قناعه سياسيه. يعني هل دي ممارسه سياسيه؟ يعني جماعه الاخوان دي مش بتمارس ممارسه سياسيه؟ هل الممارسه السياسيه تبقى بالشكل ده؟ مش ممكن. يعني حضرتك فصيل سياسي ومهزوم دلوقتي بتحاول تلملم يعني نفسك علشان تبقى موجود على الساحه السياسيه وتشتغل سياسه وتقدر تاخد نصيبك اللي انت متخيل ان انت هتاخده، هل انت هتاخد نصيبك من الكعكه السياسيه بالشكل ده؟ عموما هم نقوا الارهاب مع اخر شعب في الدنيا ممكن يخاف من الارهاب، احنا شعب ما بنخافش غير من اللي خلقنا، ونبقى مبسوطين قوي لو متنا عشان بلدنا نتمنى نفديها بروحنا، فيعني ما تخبطوش دماغكم في الحيط. انتوا بتخبطوا في الحيط وبتنهوا حياتكم وجودكم السياسي للابد، يعني انتوا كده كل مره بتقضوا على حته باقيه منه لو كان في حاجه بسيطه باقيه. طيب عشان نلحق وقتنا خلينا ننط خبرين لانه هنتناقش في حاجات فيهم بعد كده في اليوم، لكن انا عايز اقف عند الخبر السابع من المصري اليوم الصفحه الاولى: الخارجيه المصريه ترد على دفاع امريكا عن الاخوان، تدخلكم مرفوض، وما بين حين واخر بتعلى نغمه التصريحات، وخصوصا انه في زياره مرتقبه لجون كيري للشرق الاوسط في الايام اللي جايه. بس طبعا امريكا خسرت خساره سياسيه كبيره جدا بدعمها للاخوان، واكتشفت انها كانت بتجري ورا سراب، واكتشف الرئيس الامريكي ان التقارير اللي كانت بتجيله تقارير غير صالحه وان هم خدعوه
ودفعوا لدعم جماعة الإخوان وهي لا يعني لا ما كانش يجب ان هو يدعمها وما كانش يجب ضده طول الوقت. بالظبط، والبنتاغون ضده طول الوقت، كمان الحزب الجمهوري اللي هو الحزب اللي ضد حزب أوباما اللي هو الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري في الكونجرس عنده ثقل وبيتابع المسألة دي وبيلام الرئيس وبتلام إدارته على دعم الإخوان، والمليارات اللي أنفقت من أموال الشعب الأمريكي على دعم هذه الجماعة ودعمها ماديا ودعمها سياسيا. طبعا أمريكا في حالة ذهول مش متخيلة أنها خسرت هذه الخسارة فبتحاول يعني. طب أنت بتشوف إزاي موقف الكونجرس أنه هو في اتجاه أنه يقر قانون يعيد به المساعدات لمصر وأنه في ضغوط شديدة على الإدارة الأمريكية في الموضوع ده بالذات، وده والغريب أنه يعني من الجمهوريين حتى. دي ضربة بيوجهها الحزب الجمهوري للحزب الديمقراطي داخل الكونجرس وبيقول له تعالى نصلح لك مسارك وتعالى بقى انا هظبط لك شغلك وانت اخطات في منطقه الشرق الاوسط، لانه امريكا ما اخطاتش في مصر بس، امريكا اخطات في مصر واخطات في ليبيا واخطات في جنوب السودان. النهارده اللي بيحصل في جنوب السودان دعم امريكا الرهيب لسيلفا كير ادى الى ايه؟ ادى الى حرب اهليه في جنوب السودان بيموت فيها كل يوم 2000 واحد. طب دلوقتي انت شايف يبقى هل روسيا ليها دور في وضع امريكا اللي ابتدى؟ لا بالعكس، روسيا تجلس على المائده وتاكل طعام شهي لم تدفع فيه ثمنه دولار واحد زي حضرتك كده قاعد بس على الترابيزه جاي لك اكل شهي جدا وانت بتاكله ما تدفعش فيه حاجه. اوباما يخطئ وروسيا تاكل يعني بس يعني ده يعني لدرجه انه امريكا بتتغير موقفها من سوريا ومن النظام السوري بيحاول. وطبعا ودي أسوأ التصرفات السياسيه ان انت تبقى ماشي في اتجاه وتغيره عشان تلحق نفسك، دي خساره شديده جدا شديده جدا يعني خسائر شديده جدا. هل شايف ايه بالنسبه لاوباما في انتخابات 2014؟ خلاص هو قضى مدتين ودي نهايته ونهايه الحزب الجمهوري. يعني هي الازمه مش في اوباما دلوقتي. هل ترى ان هو هيدخل في مساءله؟ طبعا هو بيسأل وإدارته بتسأل، حتى لو مش هو اللي بيسأل نفسه مسؤولين من إدارته بيسألوا، لكن هي الأزمة إنه المشكلة مش في أوباما. أوباما قضى مدتين ومش هينفع يقضي المدة الثالثة، لكن القصة في إن إدارة أوباما في إن الحزب الديمقراطي اللي هو أوباما منه هو اللي بيتعرض لهزيمة دلوقتي، هي دي الأزمة. وبيحاولوا ينقذوا الحزب مش بيحاولوا ينقذوا أوباما. أوباما خلاص انتهى. المشكله في الحزب الديمقراطي اللي كان عنده امل يرشح مرشح تاني ويكملوا هم حكم امريكا، الجمهوريين افترسوه بسبب اخطاء اوباما الفادحه في الشرق الاوسط وفي غيرها من الاماكن بصراحه. طيب كان نفسي نكمل كلامنا لكن الوقت خلص اكيد. طيب المره الجايه بس هنقول الليله النهارده الزمالك بيقابل الاسماعيلي والدوري حصري للتلفزيون، واعتقد دي حاجه افتقدناها بقالنا كتير خصوصا احنا ما كناش عارفين نشوف ماتشاتنا قبل كده. الكاتب الصحفي رز وليد شرقاوي نورتنا يا فندم وكل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا، لسه معانا فقرات كتير لغايه 11 صباحا. كل سنه وانتم طيبين وصباح الفل عليك يا رب.